alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, sisters and brothers, and especially dear reciters, welcome to the Art of Recitation of the Holy Quran, the live program from Safir TV. Every Wednesday, inshallah, we will be live from 7 p.m. to 8:30 p.m. Of course, we had a gap, a break, and inshallah, we are just starting our program from the this date, inshallah. So today is actually the first day, and I introduce the program. We have three sections. The first section is just a recitation of about one page of the Holy Quran. And the second section is the teaching part of Quran. For example, today is about ghunna, this quality, the nasal sound. And the third part of our program is dedicated to our guest reciters. And today, we are very delighted to have with us one of the youngest reciters in the UK, Brother Muhammad Ali Saidi. He will join us, inshallah, in the third part of our program. The third part of our program is dedicated to guest reciter, and tonight will be our guest, Brother Muhammad Ali Saidi. So, especially in the second and the third section, you can call, and if you have any question about, tajweed or voice and tune, and especially about the lesson of today, which is ghunna, nasal sound. So you can call in, and if you want to recite some verses of the Holy Quran, to check your recitation, you can call in the second section or in the third section. So I'm going to recite some verses of Surah Ali Imran, page number 54. And I want you to accompany me. I'm going to start from ayah number 32. So page number 54, ayah number 32. Surah Ali Imran, the Quran with the font of Uthman Taha. Inshallah, I'm going to recite ayah number 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله سميع عليم
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك
اصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك بك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Dear viewers,
We are due for a break. Inshallah, we'll see you after break with the teaching part of tonight. Thank you.